في موضوع المحاكمة. عبد الله مرة وليس أبو عبد الله مرة. الخليل ودافع اسمه نقول أنه تسهيلا من عمل نقل وإرسال البيانات والمعلومات بسلاسة وبعد 15/3 صدر سنة 2000 استقام الإلكتروني وتسهيل عمل قضاء الله. فمن أجل ذلك صدر الأمر هو الذي تضمن الأحكام الإجرائية للدعوة العمومية وليس فقط بمرحلة التحقيق. وبما أنه اللجوء إلى استخدام هذه التقنية بصفتنا أكاديميين فقد كانت مداخلات مهمة وشديدة في المؤسسات العقابية دون عناء التمكن العلمية المباشرة ولكن سالت بسببه يعني الكثير من فبراير 2015 المتعلق هذا الملتقى تحت هذه الإشكالية من أجل يعني مناقشة التدابير القانونية هل هي كافية لتحقيق محاكمة عادلة، هل الكادر البشري الموجود حاليا يستجيب ويستطيع ترجمة هذه النصوص القانونية إلى واقع، هل فيه بنية تحتية رقمية قادرة على الاستجابة لضمانات المحاكمة العادلة. كل هذه المحاور هي اليوم إطار للنقاش لمختلف المتدخلين والفواعل في قطاع العدالة سواء أكاديميين جامعيين أو قضاة أو محامين أو محضرين قضائيين أو وزارة أو قطاع العدالة بصفة عامة.